لينا بقى نغوص جوه المنطقة الزرقاء اللي هي البلو زون الخاصة بالأمم المتحدة بكوب 27. خلينا أقول لك يا يوسف أنه الموقف هنا طبعا تم الانتهاء تماما، اللمسات الأخيرة تم وضعها خلاص داخل المنطقة الزرقاء، تم تقسيم طبعا جوه قاعة المؤتمرات لأماكن كتيرة جدا للورش، هيبقى تقريبا يوميا في 40 قاعة مختلفة فيها ورش متنوعة على مدار ما يقرب من 24 ساعة. طبعا علشان ده هيكون بيتعرض على العالم كله، فلازم طبعا يراعى جميع التوقيتات المختلفة مش في مصر بس ولكن في العالم كله. كمان في الجزء الخاص بالورش اللي هيتم تنفيذها، مش بس فكرة اللقاءات ولكن فكرة أخذ هذه الآراء وتطبيقها على أرض الواقع. الشباب هيكون ليهم دور بعد مؤتمر كوي 17 اللي عقد بالثلاث أيام وخلص بالفعل، هيتم أخذ التوصيات الخاصة بالشباب دي ويتم تطبيقها بالفعل. كمان في الجزء داخل المنطقة الزرقاء في جزء خاص بالبلاد، كل بلد هتكون ليها بارتيشن خاص بيها، هتيجي تعرض حاجتين، إما الأفكار اللي تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع هناك في بلادها الخاصة بالتغيرات المناخية والتعامل مع التغيرات المناخية وكيفية التعامل مع الانبعاثات الكربونية والتقليل من الانبعاثات الكربونية، أو حتى الخطط المستقبلية اللي هيتم تطبيقها على أرض الواقع للتعامل مع التغيرات المناخية. ولكن الجزء الأهم اللي كل الناس بتتكلم عليه هي فكرة التمويل. كل البلاد دي موجودة هنا عشان تطرح الأفكار الخاصة بيها وتطرح الأفكار التمويلية وآلية تطبيقها على أرض الواقع. وكمان فكرة التمويل، لأنه البلاد الأكثر تأثيرا بالسلب على المناخ هي الدول الكبرى أو الدول الاقتصادية الكبرى، هي الأكثر تأثيرا بالسلب على المناخ، عشان كده عليها الدور الأكبر في التمويل ودعم الدول الديفلوبينج كونتريز أو الدول اللي لسه على وشك إن هي بتتطور، إن هم إزاي يبتدوا ينفذوا المشاريع الجديدة عشان تكون حاجات صديقة للبيئة ولا تؤثر بشكل سلبي على الاحتباس الحراري. كل النقاشات اللي هتكون موجودة والجلسات اللي هتكون موجودة داخل المنطقة الزرقاء هيكون هدفها الوصول لهدف لتكاتف دولي علشان يحاولوا ان درجة الاحتباس الحراري ما تعديش 2 درجة مئوية، لان هي بالفعل 1.5، ومش عايزين توصل لـ2 درجة مئوية لان هي ليها تأثير سلبي كبير جدا جدا على طبعا كل الملفات الخاصة بالتأثير المباشر على الإنسان، زي الأغذية مثلا، زي المجاعات، زي الفيضانات وغيرها من الحاجات اللي بتأثر بشكل مباشر على الإنسان. يمكن دي يعني نظرة عامة عن الأفكار اللي هيتم طرحها داخل الجلسات المختلفة في المنطقة الزرقاء. علشان كده كل الأماكن الخاصة بالبلاد تم تجهيزها بالفعل، الأماكن الخاصة بالورش تم تجهيزها بالفعل. وكمان الجزء الأهم أنه مش بس هيكون كده، هيكون كمان هيبقى فيه فرصة لحاجة اسمها كوب تي في، هيكون في تلفزيون خاص بالكوب علشان يقدر اللي خارج الورش دي او ما حضرش الورش دي ان هو يقدر يتابع وكمان يشارك بافكاره المختلفه ويشاركوا ويساعدوا بعض علشان اما تطبيق الفعل زي ما قلنا للافكار او حتى الاليات اللي هيمولوا بيها الافكار دي وتنفيذها على ارض الواقع. يا يوسف عظيم جدا، يعني ملخص دائما وافي كما جرت العاده منك يا كريم، كل الشكر ليك زميلي العزيز كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من المنطقه الزرقاء.